مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حصتكم مولات الدار. مولات الدار اليوم رانا عند الاخت فيروز، لحين نشوفوا حنه يديها، يلا تابعونا. مرحبا بك الاخت فيروز. يسلمك، مرحبا بكم انتم متن عندي اليوم. فيروز، عارفينا اكثر عن نفسك. انا اسمي فيروز، محمودي فيروز، عندي 23 سنه، متزوجه، عندي 3 اطفال، 3 دراري، الكبير في عمره 5 سنين، وعندي توام تاع عامين. الله يبارك. يسلمك. وما كتاب البيت. فيروز، واش راح اليوم راح توري للمشاهد يشوف حنه يديك؟ اليوم ان شاء الله راح نسي نوري لهم كيفاش يخدموا ان بلاطو ميغوار افيك دي بيرل. خيرت لهم لو بلو فاسيل باش يقدروا يبداو به، يقدروا ما يسيوه في الدار، باسكو هنا كاين عفايس يقدروا يشروهم باسعار فريمون رخيصه، ويقدروا يسيوه باش يشوفوا اسكو يقدروا يديروه ما يديروش، اسكو وحده تحب تنجح فيه ما تنجحش فيه، باسكو على بالنا بلي لقاو رواج كبير هاد الايامات، وعلى بالنا بلي بزاف هم حايبين يسيوهم ومحبين يدخلوا في هذا المجال، وان شاء الله علاش لا نفتحوا لهم الابواب. نبداو على بركه الله. بسم الله. تفضلي. بون، هنا عندنا ان بوتي ميغوار صغير تاع 20 سنتيمتر، عندنا لي بيرل، شويه تاع لي بيرل، واحد 30 غرام تاع لي بيرل، عندنا لو روبون باش كي نكملوا نغلفوه، وعندنا دي بي، وعندنا لو سيليكون، نسحقوا لو سيليكون، ونسحقوا بيان سور لانجيت و لو بابي، سي امبورطون باسكو قبل ما تبداي لازم نمسحوا لو ميغوار، قبل نمسحوه بيان، نعاودوا نشفوه بلو بابي هكذا، وبسم الله نبداو نخدموا لي بيرل تاعنا، راح يكون سهل جدا. فوالا، نحكموا لا بيرل، نديروا فيها شويه سيليكون ونلصقوها، هاي لك سهله جدا هكذا، ونكملوا حتى يخلص لو بلاطو تاعنا. و جوستومون حبيت نقول لكم حاجه، بلي كي تبداو تخدموا كي تسخنوا لو سيليكون تاعكم ما تخلوش حتى يولي يدوب، باسكو لو كان تخلوه يولي يدوب ومن بعد هذيك يتغنجق لكم كاع وما تخرج لكمش اون بون فينيسيون، تلقاوها كي تكملوا تلقاوها كاع معمر سيليكون. فوالا، انا نقول لكم كي يسخن شويه، غير يسخن مليح تعاودوا طفيوه، تخدموا به شويه وتعاودوا تشعلوه، اشاك فوا تشوفوه يدوب طفوا وتعاودوا تشعلوا. اخت فيروز، حبيت نسقسيك، اسكو لي بيير هادو راهم ديسپونيبل في الاسواق التجاريه؟ اسكو نعم، تلقايهم ديسپونيبل في الاسواق وبكاع لي كولور بكاع الالوان، تلقايهم. تحبي تشري لو باكي الا كانت عندك الا انت تخدميهم في البيت وحايبه ديري بهم بروجي، لازم هي من المستحسن تشري دي باكي، دي بوتي باكي، وماشي غاليين بزاف. وسينو الا حبيتي ديريه ليك انت ديكوري به في الدار، تشري غير شويه، تشري شويه وتشري واش تسحقي ديجا. اصلا ديجا كي تشري لو سيليكون ولا باغي تاع سيليكون تسحقيها في يومياتك، تسحقيها كاين عفايس بزاف تلصقيهم بها، دونك تي كي تشري لو ميغوار و لي بيرل ما مش راحين يستقاموا لك بزاف سانسيرمون، وتقدري تخدميه وحدك في البيت وتقدري ديريه كيما راكي حايبه انتيا، جو تحبي ديريه بلي بيرل، تحبي ديريه بلا لي بيرل، تحبي ديري له الورد كيما حبيتي انتيا. اخت فيروز، كيف حتى بديتي الخدمه هذه؟ حقيقة كنت قاعدة في الدار، ما كنت في البيت أنا يا وليدي الصغير، هو رقد وراجلي خدم وأنا قاعدة ندير والو، قلت علاش، دخلت في لي ريزو سوسيو كنت نكونيكتي نشوف بنات بزاف، وحدة دايرة خياطة، وحدة حفافة، كل وحدة دايرة صنعة، ما نكذبش عليك حبيت ندير صنعة، قلت علاش أنني قاعدة ندير صنعة، وإلا تاني قبل الزوج تاعي نسيي ماني خسرة والو. بسم الله، دخلت يوتيوب، دخلت نشوف لي كل وحده واش عندها حرفه، شفت شويه الحرف، طحت في وحده دير لي بلاطو ميغوار زهر، دخلت شفتها، قلت علاش لا سهله جدا، سهل بزاف واش يدير، ونقدر ندير ماخر، ما في راسك قاعده نقول نقدر ندير ماخر، قلت لا بالك هي الي بروفيسيونيل، خلاص حطيتها في راسي. غدوه من داك نط رحت لعند اللي يبيع الزجاج، شريت اميغوار، ديجا تلقاهم هما محطوطين برا، شريت اميغوار هكذا صغير،
رحت عند الميرسوري لوازم الخياطه اللي يبيع الدوزان، شفت عنده هكا دي بيرل دوزاني تو، قلت له حبيت، قلت له حبيت شويه من هاد لي بيرل. ما كذبش عليك ما كنتش نعرف نقول له اعطيني 30 غرام ولا اعطيني شويه ولا ما كنتش على بالي كيفاش نهضر. معليش قلت له، قال لي واش ديري بهم، واش تسحقيهم، هما دائما يسقسوك. قال لي واش تسحقيهم، قلت له انا حبيت نخدم لي بلاطو ميغوار. قلت له بصح ما نعرفش مازال ما بديتش، قلت له حبيت ندير اما فاصون. اعطاني دي كونساي، ورالي شويه عفايس، وهو اللي خلاني نقدر نبدا، باسكو ورالي عفايس انا ما كنتش على بالي بهم، كنت قادره نبدا بطريقه غلطه. ولكن كي سييت واش قال لي، دخلت للدار درت هذاك لو بلاطو عجبني، درتو ليا للمنزل حطيته، شافوه العائله تاعي عجبهم، قالوا لي منين شريتيه، قلت لهم انا اللي خدمته، عجبهم بزاف، قالوا لي جون ما يبانش يا اوكان ديفويتو، يبان شريتيه. دونك من تماك شريت اون دوزيام فوا، استخدمت اون ثروازيام فوا استخدمت، باكي قالوا لي كاع خرجوا ملاح. اختي قالت لي علاش ما ديريش ان كونت ريزو سوسيو فيسبوك ولا انستغرام، حطي واش راكي تبيعي، بارطاجي لي برودوي تاعك، بارطاجي لي برودوي تاعك وشوفي سي سا مارش. مرحبا، هذه هي بوكو با. الحمد لله بالك دوكا راكي لقيتي رواج، الناس تتواصل معاك. الحمد لله يا ربي، يتواصلوا معايا عبر الخاص، يكوموندي واش هم حايبين هما، ميم دي موديل ما عنديش انايا عندهم هما يعجبوهم نخدمهم لهم، ما كاش مشكل. اللي نقدر عليها الصحه، وكاين ما نقدرش عليهم صراحه، ما نقدرش عليهم، هذه هي. ولكن حاجه سهله باش الواحد يقدر يدير ان بوتي بروجي هكا يربح شويه مصروف، هذه مليحه ليه تاني، سورتو العائلات اللي محتاجه، جو محتاجه شغل، هي عندها اطفال، راجلها مدخول زايد، مدخول زايد تعاون به روحها، تعاون به روحها وتعاون به عائلتها. انايا علاه انا نعاون به راجلي ونعاون به ولادي، ومليحه ليا تاني، خيمني قاعده بلا ما ندير والو. بيان سور تربح الوقت تاعك، نربح الوقت تاعي، الوقت الميت اللي ما نكون ندير فيه والو. كيما كنت تشوفوا خليته داب بزاف، شوفوا لازم ما يكونش دايب بزاف، حاجه سهله، ديري شويه وتلصقي وتقعدي تتبعي، تقعدي تتبعي هذه مر هذه، هذه مر هذه، وحدها تتشكل دائره بلا ما تعوجي حتى حاجه. احكي لي الاخت فيروز، كيف راكي منسقه العمل تاعك مع الدار؟ حقيقه ماشي حاجه سهله هذه، اولا سورتو اللي عندها بزاف دراري، اللي عندها واحد جهه سهله باسكو واحد، ولكن اللي عندها فوق زوج ربي يكون في عونها، على ان كاع البنات اللي عندهم حرفه اللي يخدموا في الدار، انا نسي نلقى وقت راحه، هذاك هو اللي نستغلو باش نخدم فيه، باش نخدم آلاز ونكونسونطري في الخدمة تاعي، باسكو لازم لها كونسونطراسيون باش نخرجوا الحاجة مليحة، وباش تان لو كليون يكون ساتيسفي، باسكو إلا ما كانش ساتيسفي مش راح يعاود يولي ليك. فوالا ما واش راح يعاود يولي، لا لا يقدر يولي باسكو يتفهم، ما متي تفهمه بلي الله غالب، الله غالب ما جاش كيما نحب، بصحتي اوبليجي تعطي له واش يحب هو، باسكو بلا مزيدك هذه خدمتك كيما نقولوا حنايا. بصح انا نسيو الحمد لله بالعقل برك، المالور وين كي يعاودوا يبعثوا لك فوالا عجبتنا البرودوي تاعك، واش تحسي كي يبعثوا لك لي ميساج كيما هادو؟ صراحه نحس براحه نفسيه، نحس براحه نفسيه والضمير تاعي يكون مهني، باسكو هكا كل ما نبعثهم نستنى لا ريبونس تاع كي ليفريهم لو ليفغور، نستنى اسكو قالوا ملاح الا ماشي ملاح ولا عجبوهم ولا ما عجبوهم. تلقاني دائما مقلقه، دائما ستريسي، حتى كي تلحق وتعيط لي مولات شي لتماك نبرد،
لتماك صراحه ما تقول لي ماشي ملاح معليش لحقوها وما عجبوهاش نقدر نسقمهم لا نقدر نعاودهم لا ما كاش مشكل ولكن الحمد لله للان مازال ما تلقيتش انتقادات فريمون ماشي مليحه ولا كيما رانا نشوفوا هادو لي برودوي راهم دوكا مدايرين حاله راهم طوندونس راهو ملقى ورواج كبير الناس كامل راهي تطلب فيهم الناس كامل راهي تشري فيهم جوم دايرين حاله في الاسواق التجاريه صح راهم دايرين حاله حقيقه باسكو هاد لي ديرني طون دايروا بزاف لو بوز كيما نقولوا حنايا سورتو لي بلاطو ميغوار تاع الكافيار لي الله غالب ما جاتنيش الفرصه باش نقدم لكم واحد اليوم مي اون اوتر فوا ان شاء الله علاش لا لا علاش لا لا ولكن صح راهم دايرين تلقاو رواج كبير سورتو العرايس يا خاصه العرايس راهم حاجه بريزونطابل راهم حالك تحط حاجه بريزونطابل بريزونطابل وي بريزونطابل كاين بزاف شوفي كاين اللي يستعملوهم في لي بارفان كاين اللي يستعملوهم في الجهاز كاين اللي يستعملوهم في الكوزميتيك كاين اللي يديروهم ان باك يدوهم كادوات جو كل واحد فاش يستغلهم كاين اللي يستغلهم في الحلويات كاين اللي يستغلهم في لي صالي عندهم بزاف بزاف عفايس تقدري ديري بهم دونك ماشي حاجه وحده وتحطيه دو كوتي دونك واحد تقدري ديري به كلش فوالا حنا رانا كملنا قعدوا شويه هادو ما تنحوهم بيديكم تحكموا لانجات هكذا تعاودوا تمسحوا من الداخل هاوليك شوفوا كي تمسحوا ينطم وحده هادوك الخيوط ينطموا وحده ما عادش قلت لكم ما تخلوش انا خليته شويه سخن ما تخلوش يسخن بزاف باش يخرج لكم بارفي فوالا هكذا نعاودو نحكمو لو بابي ونعاودو نمسحو به باش يعاود يخرج مليح دوكا لحقنا للارجل لي بي شوفي هي ما قدرتش نجيب لكم لي فري بي بصح تلقاهم ديسپونيبل في لو مارشي هما مامش دوكا مامش فريمون ديسپونيبل باسكو سي ديفيسيل تلقايهم ولكن تلقاوهم وبسعر مليح بسعر مليح وكاين دي كليون تيحبوا لي فري بي وكاين دي كليون لا لا باسكو لو بري زيد شويه على بها ميم اليوم جبت لكم هادوما هادوما شوفي كاين لي كولور كاين في البلون كاين نيمبورت كولور تحبيها انا خيرت لكم نيمبورت كولور باسكو كي تحطيه ما يبانش من بعدا هي لو فات يعلى باش يعلى باش يبان لك هذاك لو بلاطو هذا ما كان فوالا فيروز دوكا كي لصقنا لي بي واش نزيدو نديرو دوكا كي لصقنا لي بي فوالا ينحط هكذا ومن بعد نكملو بلي روبون مع الاخر شوفو كل واحد كيفاش يحب يدير كاين اللي يحب يدير لي روبون كاين اللي ما يحبش يديرهم انا ندير لي روبون باسكو يبانو بريزونطابل نديرو لداخل ومن بعد نغلفو بان بابي ترونسبارون تاع كادو ان بابي كادو كاين اللي يحطهم دون دي بواط كاين اللي يحطهم دون دي بواط اون كارتون انا نديرهم دون ان بابي ترونسبارون و كوم ان كادو نطمهم كوم ان كادو ونبعثهم سما الشكل النهائي يقعد اختياري يقعد اختياري كيما تحبي ديري شكرا للاخت فيروز كي حليتينا بابك ومديتينا هادو الاشكال من تحت يديك نشكرك يسلمك نشكركم على تاني يعطيكم الصحه اللي عطيتونا فرصه باش نقدروا نوريو واش نقدروا نديروا حنا تاني النساء الماكيتات في البيت يعطيكم الصحه عايشك مشاهدينا الكرام احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم نتلاقاو ان شاء الله في حصه جديده في حرفه جديده في حصتكم مولات الدار على قناه الجزائر انوان سلام